طيب إذا كان يمكن علاقتك بالأستاذ عادل إمام تمخضت عن أو أنتجت أفلام متميزة ومفيش دور شبه التاني, خلي بالك. لا 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 خالص. يعني شوف الإرهابي خالص, وشوف طيور الظلام وغيره خالص. أستاذ فؤاد المهندس, علامة في حياتك؟ طبعا. دور في حياتك مهم؟ طبعا طبعا طبعا. من ايد من اعدمهاش ومن ايد كل انت يعني شخصيه سامح دي دي كانت يعني حتى الان انا مش بكلمك على حاجه. أيوه. كانت أيوه. بتكلم اكيد انت بتلمس. أيوه. ده انا برضو دي سامح دي انا لما قريت انا كنت طبعا لسه صغير وكده وعايز اضحك بقى وكده, فلاحظت ان شخصيه حنفي بيضحك اكتر, فلما جابوني سامح قلت له لا انا عايز اعمل حنفي, قال لي لا لا, رحت ماشي فكلمني تاني وجابني واقنعني بقى, قال لي بص حنفي ممكن يعملوا اي حد بس سامح هو حنفي اتعمل مرتين يعني في حد عمله في الاول وبعدين استاذ ابو الحسن عمله, استاذ ممدوح زايد, ممدوح زايد. أيوة. وبعدين انا شفت اصلي بالاثنين. ايوه قال لي انما سامح ده عايز حد يعني مش ده وان واي, انما التاني ده مركب يعني وفي نقلات وفي حاجات, فاقنعني يعني وعملته. سامع يا اخي يا اخي عمال ادور عليك بقالي ساعه يا اخي. ازيك يا سامع؟ كويس يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله. الف مبروك الفرح يا فندم. الله يبارك فيك يا سيدي, نفرح بيك قريب ان شاء الله. قول لي يا سامع. نعم. تحب تقعد هنا ولا نقعد هنا؟ والله يا فندم نقعد هنا. طب تعال هنا. تحب تقعد على الفوتيه ده ولا على الكنبه المريحه دي؟ مريحه قوي, تقعد عليها وتطلع كده وتمد رجليك وتستريح حقيقي. ها نقعد عليها. خليك هنا. ازيك يا سام؟ كويس يا فندم. وازاي صحتك؟ تمام. وازاي الدراسه؟ ماشي. والماجستير؟ قربنا نخلص الحمد لله. قرب خلصه الحمد لله. طب على خيره الله. من حق انت كنت عايز تطلب مني طلب وقلت لي انه موضوع كونفيدنشال كده, موضوع خاص, موضوع حساس, مش كده ولا انا غلطان؟ لا مظبوط. قول يا سامح, انا تحت امرك, انا ما عايزش عنك حاجه ابدا. ده انت ابني يا سامح, ده انت رجل والرجال قليل, رجل في كل شيء, علما ادبا خلقا جاها عائلة في كل شيء, انت تحفة يا سامح. قول يا حبيبي, اطلب اللي انت عايزه. حاضر يا فندم, انا هتكلم يعني, بس انا 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 انا, أنا كنت عايز اقول لسيادتك يعني يا فندم ان انا عايز انتهز فرصه الفرح السعيد. واطلب من سعادتك بالمناسبه طلب كده يعني. اطلب 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 عنايه اديهم لك عن طيب خاطر. شكرا يا فندم. قول يا حبيبي. بس انا مكسوف حبيبي. لا 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 لا, لا سامح ولد. وبعدين قول يا ابني. انا هتكلم. قول. انا كنت عايز اقول لسيادتك ان انا جبت لسيادتك الجزء الاخير من الرساله بتاعتي والمتعلق بالدورة التناسلية لذبابة الفاكهة. انت متخلف يا ابني, انت 100% حد في عيلتكم كان متخلف وانت ورثت كل التخلف عنه. ده موضوع تكلمني فيه دلوقت؟ ده وقته؟ مظبوط كلام سعادتك يا فندم, نخلي البحث وقت تاني, واذا الى اللقاء. تعال يا ولد هنا يا ولد, هو ده الموضوع الحساس الكونفيدنشال الخاص اللي انت عايزني فيه؟ لا يا فندم, هو الموضوع بتاع تزاوج ذبابة الفاكهة. أي. كان مجرد مدخل لموضوع اخر فيه تزاوج برضه, وانا قلت الشيء بالشيء يذكر يعني. جاتك القرف في تشبيهاتك اللي زي الزفت ومستني ايه؟ تعال تعال وقف هنا, هو اللي انت عايزه. حضرتك عارف يا فندم ان انا عندي شقه مطرحين وصاله وعفشة مية. ايوه عارف. وحضرتك عارف ان انا مرتبي 35 جنيه و17 قرش. ايوه عارف. ايجار الشقه 35 جنيه. هاي. بس انا عايش كويس قوي, ال17 قرش فل الحمد لله تمام قوي يعني. طب الحمد لله, نشكر ربنا ونحمده. وطبعا مرتبي هيزيد 4 جنيه. هاي. لما اخد الماجستير بقى. لسه ما حدش عارف اذا كنت هتاخده ولا لا. الاستاذ فؤاد المهندس يعني كان الحقيقة مش هقولك أب ولا لا, أكتر أب, صديق يعني. أولا ما كانش حاسس إنه كبير يعني, قلبه شباب, فبيتعامل معانا زي ما يكون من سننا, فما انتش لاقي غربة يعني ما انتش لاقي غربة في التعامل مع فؤاد المهندس. لا ده من سنك, تحس إنه من سنك يعني.
ويصور ويعمل ومش عارف ايه، وبعدين في لحظه ينزل يعني قلب طفل يعني طفل. وكان اونست جدا، اونست اونست يعني على المسرح لو لقاك انت يعني ملعلع وكده يساعدك ويبقى مبسوط ويبقى فرحان ويحب ان يبقى لين انه يطلع من تحت ايده ناس، هو بيحب ده. في ذكريات ليكوا في المسرحيه؟ نعم؟ دي في ذكريات بتجمعكوا في المسرحيه دي؟ في ايه؟ كان الرئيس السادات كان منع اللحمه شهر عشان كان الجزارين غالوا في سعرها، فمنعها شهر عشان تنزل اسعارها يعني. في المسرح في يوم جات لي الحاجه، دلوقتي الحاجه طبعا مراتي زمان يعني، جات لي المسرح. ففي لحظه انا على المسرح وهو بره، فقعد يتكلم معاها، فقال لها هموت نفسي اكل لحمه. فهي قالت له على فكره انا عندي طبق بفتيك. قال لها والنبي والنبي عندك ده؟ قالت له يعني ممكن اكل من تاني يوم جه عندي في البيت، كنت ساكن في الصحفيين، وقالت له البفتيك زي عيال صغيره، يا سلام الله وقعد يعمل حاجات. كان راجل بسيط جدا 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 جدا. هقول لحضرتك على حاجه، انا ما كانش عندي عربيه طبعا، كان المسرح في الزمالك والبيت في الصحفيين، تخلص المسرحيه يقول لي يلا وصلك. يا استاذ قال لي لا انا بعد المسرح بحب اركز بعربيته البيجو النبيتي. ايوه انا بعد المسرح احب اركز يعني ايه، امشي شويه بالعربيه كده وبتاع وكده عشان اروح البيت وانا هادي بقى خلاص، الانفعال خلص وابقى هديت. فانا بستغل ده يعني، مش عايز يقول ان انا بوصلك، لا ده عايز يقول لك انا ده انا بعمل ده انا اللي عايزه يعني، مش لكن كان بيوصلني يوميا يعني. الاستاذ فؤاد عملت معاه روحيه اتخطفت كمان، برضو ايام جميله جدا جدا. كان مولود وقتها بنتين التوأم صغيرين اطفال كده، وكانوا اما يجوا يحضروا المسرحيه يقعد يسمعهم وهم بيغنوا الاغاني اللي كان بيغنيها هو في المسرحيه يعني، ويبقى مبسوط قوي راجل يعني لا ينسى. فؤاد مهندس لا ينسى على الاطلاق.